وللمزيد حول جلسة مجلس الشورى ينضم معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد العزيز العجمان عضو مجلس الشورى. مساء الخير دكتور عبد العزيز. مساء الخير عليك وبس على الأخوة والأخوات المشاهدين. دكتور، مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام في ظل تفشي فيروس كورونا، يعني الأهداف المرجوة منه للمجتمع ككل. والله المشروع يعني متكامل، وهو يضمن بعد الله سبحانه وتعالى سلامة المواطنين وسلامة الوطن من هذا الوقت. نعم. وهذا التكاتف وهذه الفزعة الوطنية من قبل الأخوان المواطنين والمواطنات تدل على الحس الوطني وعلى المسؤولية، لأن سلامة الفرد من سلامة المجتمع. فمما لا شك فيه أن هذا القانون قد اشتمل، هذا المشروع قد اشتمل على كثير من الأمور الإدارية والأمور التنظيمية والأمور التي تحفز الأخوة المتطوعين. وخير مثال على ذلك يعني ما قام بسيدي سمو رئيس سمو الشيخ سلمان بن حمد حفظه الله، يعني حول هذا الحملة الوطنية ومساندة صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد في كلنا البحرين وكلنا فزعة وكلنا نخوة. فهذا طبعا دل على أن هذا الإقبال من قبل المتطوعين الذين ساهموا والذين عملوا في ميدان الصحة وميدان الشرطة وميدان كل هذه الأمور، طبعا تدل على أن هناك مواطن واعي، مواطن حريص على بلده، قائم بواجباته. فهذا يعني مثال يقتدى به. الحمد لله يعني الحملة الوطنية الآن يعني أعطت مثال متميز وإشادة عالمية بالتنظيم والمراعاة والصحة ووصول الممرضين إلى بيوت المواطنين للكشف والتأكد من سلامتهم. هذا من جانب. من جانب آخر، ما لا شك فيه أن معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله يعني ما تقدم بهذا المشروع بالنسبة للقوة الاحتياطية، هذا طبعا رافد كبير وعظيم. دائما وزارة الداخلية سباقة في هذا المجال، فهي يعني تؤدي هذا الواجب على أحسن وجه، وقد تكفلت بالحقوق والواجبات والتنظيمات التفصيلية التي تهم المتطوع. المتطوعين نوعين، يعني في متطوع على رأس عمله وفي متطوع يعني متفرق لهذا العمل. الكل يعني اشمل هذا القانون ونظم العلاقة التنظيمية والإدارية حول هذا الحملة الوطنية. فالحمد لله رب العالمين، يعني احنا المشروع اليوم مر بسلاسة وأثري من النقاش وورك من خلال المجلس وتم التصويت عليه بالإجماع وتحقق الحمد لله رب العالمين. يعني دكتور من هذا المشروع. نعم دكتور عبد العزيز العجمان عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.